هنالك يذكرون في التاريخ أنه كان رجل رياضي، يعني يمارس الرياضة البدنية. هذا كان بطل، وكان يصارع الأبطال فيصرعهم جميعا. صارت إلى شهرة عالمية هذا البطل، وأخذ ينتقل من منطقة إلى منطقة، يستدعونه في البلاد، يروح إلى تلك البلاد يصارع الأبطال ويصرعهم أرضا. في يوم من الأيام يدخل بلد من البلاد لمصارعة بطل ذلك البلد. قبل أن يحين الموعد هذا يتجول، يروح في الأسواق، في المقابر مثلا، في بقية أماكن التجمع حتى يشوف الوضع، فيرى امرأة عجوز. هذه المرأة العجوز عندها حلوى، توزع الحلوى على الحاضرين وتقول لهم عندي حاجة، ادعوا لي لهذه الحاجة. ثم تصل إلى هذا البطل وهي لا تعرفه، وتعطيه قطعة من الحلوى وتقول له أنا عندي حاجة. يقال إن تلك الليلة كانت ليلة الجمعة، في هذه الليلة أدعو لكي يقضي الله هذه الحاجة. البطل يسأل تلك المرأة، يقول ما هي حاجتك؟ تقول أنه أنا أم بطل هذه البلدة، والآن جاي بطل من مكان آخر، ومثلا بكرة أو بعد بكرة أو كذا موعدهم، موعد اللقاء، وأنا حاجتي أن ينتصر ابني في هذه المعركة، لأنه إذا ذاك البطل الأجنبي انتصر على ابني أولا ما يوجهنا في هذا البلد يروح، هذا أولا. والشيء الثاني أنا عيشتي تقوتي من المال الذي يحصل عليه ابني، فإذا انهزم وسقط هذا معناته أن هذا المال الذي نعيش عليه ينتهي. أضطر أروح للبيوت للاستجداء. هذا سمع هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة هزت، شو يسوي مع هذا الموقف؟ حقيقة واحد عندما يوجه في المجتمع، عند كيان في المجتمع، في لحظة واحدة يجي يهدم كل هذا الكيان، هذا ممكن؟ يعني تدري يعني شنو معناته؟ البطل رأس ماله سمعته، إذا سمعته راحت يعني شنو؟ يعني كل كيانه راح. التاجر شنو رأس ماله؟ الثروة. إذا ثروته راحت يعني كل رأس ماله راح. العالم جزء رأس ماله ذاكرته، إذا ذاكرته راحت يعني كل رأس ماله راح. هذا معناته البطل إلى سمعة، إلى مقام، يضحي بهذا المقام ويضحي بهذه السمعة، كلش قضية مشكلة. ظل تلك الليلة يصارع نفسه، أنا أو العجوز، ما الذي أصنع؟ وبالنتيجة قرر أن ينتصر على نفسه. في الصباح في ذلك اليوم، اليوم المحدد، الأبطال فيما مضى كان مثلهم الأعلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ لأن الإمام بالإضافة إلى كونه فارسا في ميادين الجهاد كان بطلا في ميادين النفس، ولذلك عندما كانوا يبدأون بكلمة يا علي، هذه هي البطولة الحقيقية. الأبطال القدامى كان المهم أن يكون بطلا على الجبهتين، مو بطل في جبهة رفع الأثقال وما أشبه ذلك.
الأبطال القدامى يذكرون في أحوالهم ما كان ينظر إلى المرأة الأجنبية، لأن كان يعتبر هذا خلاف الفتوح وخلاف البطولة، كان يعتبرها دناءه وحقاره. تريد تعرف أنه شنو معنى النظر إلى الأجنبية وكيف أنه دناءه؟ روح إلى السوق شوف شاب دا ينظر إلى الفتيات الأجنبيات، ما يسقط في عينك؟ لكن واحد هو عندما يسوي العمل ما يشعر. حقيقة هذا من الأعمال الدنيئة جدا، كل محرم هذه دناءة في النفس وحقارة في النفس. لكن أنت شوف الآخرين، الآخر شوفه يسوي هذا العمل، شوف شنو تقييمك لذلك الشخص. المهم صمم على أن ينتصر على ذاته. حان الموعد المحدد، جاء، بدأ بالصراع مع هذا الشخص، شاف جدا ضعيف، يعني بضربة واحدة يمكن أن يسقطه أرضا، لكن شوية بدأ وياه يقاوم وكذا، يعني يتظاهر بأنه يقاوم، ثم أرخى أعصابه فأسقطه ذلك البطل أرضا. يقولون في تلك اللحظة التي سقط هذا البطل، وذلك البطل الآخر جلس على صدره، في هذه اللحظة شعر بتفتح في قلبه، وأن هنالك نداء يأتيه من الغيب يقول له هذا النداء: إنك بهذا الموقف أصبحت وليا من أولياء الله. وثم ذهب وأصبح وليا من أولياء الله. راجعوا كتب التاريخ تجدون حالات هذا الولي. الإنسان إذا استطاع أنه في المواقف الصعبة يتحكم في ذاته، حقيقة يأتيه هذا الشعور.